أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية سباير ماجازين. في هذه الحلقة: إيطاليا في الأكاديمية، الأهل والإدارة وجها لوجه، إيطاليا وتركيا تواجهان سباير، نجما كرة القدم في إيطاليا في زيارة خاصة، أدريانو غالياني ضيف الحلقة. ناديي اي سي ميلان واف سي جوفنتوس في الدوحة، حيث أقيمت مباريات كأس السوبر الإيطالية، وقد كانت أكاديمية سباير المقر الأساسي لتدريبات الفريقين. أقام الفريقان تمريناتهما على الملاعب الخضراء في الأكاديمية، وبداية كانت مع فريق جوفنتوس الذي حضر بكامل نجومه إلى أرض الملعب الذي كان يعج بالصحفيين لالتقاط آخر الأخبار والصور للفريق قبل المباراة. في اليوم الثاني كان اللقاء مع فريق اي سي ميلان الذي فضل تخصيص وقت تمارينه للقاء الجمهور والتقاط صور السيلفي وامضاء اللاعبين للأوتوغرافات. الموعد الثاني للفريقين في الأكاديمية كان من خلال الزيارة التي قام بها كل من نائب رئيس نادي الميلان أدريانو غالياني وغريمه في نادي جوفنتوس المدير التنفيذي جوزيب ماروتا. فقد بدأت الزيارة مع السيد غالياني الذي أبدى إعجابه بالأكاديمية وحرص على التقاط الصور في كل المنشأة. ثم اكتمل اللقاء مع حضور السيد ماروتا والتقائه بالسيد غالياني، ثم بعد ذلك قام الاثنان بالإمضاء على لوح المشاهير في أكاديمية سباير ليكملا سويا الزيارة للأكاديمية. Assolutamente sì. Credo il modo migliore per far crescere i ragazzi. Un ragazzo in un complesso così bello viene stimolato, darà sicuramente il meglio. Ripeto, qualche cosa di straordinario. Molti complimenti a chi ha pensato questa struttura, chi l'ha realizzata e chi soprattutto la gestisce e porta avanti il lavoro quotidiano. È una cosa straordinaria, è very happy. Giocare qui a Doha. Per la Juventus è la seconda volta che facciamo una finale, due anni fa contro il Napoli, per cui è una soddisfazione essere qui in una città, in una nazione veramente, veramente straordinaria. إنه اللقاء الأول لأولياء الأمور مع إدارة الأكاديمية وفريق العمل. إنه اللقاء الأول قبل الامتحانات الفصلية، حيث أن إدارة الأكاديمية تقيم في كل عام هذا اللقاء لوضع الأهل بمستجدات الدراسة لأبنائهم وكل ما يتعلق بالدرس والتعليم. بداية هذا اللقاء في الفصل يحدث مرة واحدة، يصير في اجتماع بين أولياء الأمور وبين أكاديمية سباير، يحضر ولي الأمر فيه للقاء المدرسين والمدربين والمسؤولين عن رعاية الطلاب، يتم فيه مناقشة تطور أبنائهم خلال تواجدهم في أكاديمية سباير، سواء تطورهم من ناحية أكاديمية أو تطورهم من ناحية رياضية. طبعا هذا النوع من اللقاء يهدف الى تقويه العلاقه بين الاكاديميه سباير وبين اولياء الامور بين المنزل، لان الطالب تقريبا هذا المكانين الوحيدين اللي يقضي فيهم الاماكن السباير والمنزل، فلازم يصير في تعاون بينه وبين اولياء الامور لمصلحه ابنائنا الطلاب. لقاء اولياء الامور اليوم هو استكمال
لما بدأناه من بداية الفصل الدراسي الأول من نتائج وتحصيلات الطلاب على كل المستويات. وهذه السنة اللقاء هو جامع لكل المستويات من المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بخلاف السنوات الماضية. طبعاً نحن الآن على مقربة من الامتحانات، 3 أسابيع تفصلنا عن الامتحانات، فنحن نخبر أولياء الأمور بالأشياء المهمة التي ينبغي أن نركز عليها من سلوك إلى درجات إلى كل هذه الأشياء حتى نستطيع أن نصل إلى النتيجة المرجوة إن شاء الله. يحصل هذا اللقاء عند كل فصل ليضع كل المدرسين والمدربين الأهل في معطيات الدراسة وعطاء الطالب، ليكونوا على معرفة وعلم بكل ما يقوم به أبناءهم في الأكاديمية. مبدئيا النتائج زينة والحمد لله، مبسوط يعني من هاللقاء جدا، وفادوني كيف أهتم في المستقبل إن شاء الله، وأتمنى الباقي يكون دور عليهم، يعني أنا اللي علي أسويه وأوصله لطريق الأمان. بالنسبة للقاء هذا ولا بالنسبة إحنا ده ثاني لقاء، كان اللقاء الأولاني عبارة عن تعريف بالأكاديمية وتعريف بالأكتيفيتي الموجودة في الأكاديمية، الأكتيفيتي سواء كانت أكاديمية أو أكتيفيتي رياضية. أما هذا اللقاء فهو تعريف بمستوى الطالب فيما يتعلق بال4 شهور اللي مضوا، وإيه ممكن يكون حصله خلال ال4 شهور، وين مستواه من ناحية الأكاديمية كناحية علمية أو من ناحية رياضية كبنيان رياضية. والله الانطباع هذا صراحة هو اللقاء الثاني، يعني أنا حبيت اللقاءات المنتظمة هذه جدا مفيدة ولها إيجابيات لنا إحنا كأسرة وكطالب أيضا. أنا يعني وايد مستانس على اللقاء، لأن أنا صراحة أنا كولي أمر أنتظر المقابلات هذه بفارغ الصبر، لأن هالفرصة إن المدرسين كلهم تشوفهم، وأنا ممكن إن أنت تاخذ تستشف الولد وين وصل في مرحلة في تعليمه في سلوكه، في من خلال ما أنا أقدر يعني أقدر أتابع الولد، يعني أنا يعني أنا مركز، وأنا أتمنى إنه يكون بعد أكثر صراحة، يعني هي مرة في كل فصل تقريبا، بس أنا أتمنى إنه يكون أكثر. أنا بالنسبة لي عبد العزيز الصف السابع، هذا أول يعني لقاء لأولياء الأمور أنا أحضره، صراحة شيء ممتاز، يعني هذا أقل وصف أنا أقدر أوصفه، يعني بس لازم يكون في تواصل بين المدرسين، أنا يعني رأيي بين المدرسين وبين أولياء الأمور عشان تكتمل يعني المنظومة التعليمية أو الشيء اللي يصب في مصلحة الطالب. حملة توعوية قام بها المركز الصحي للأكاديمية للطلاب حول الوقاية من البرد وأمراضه وخصوصا الإنفلونزا، وكذلك حول الفيتامينات المكملة وأهمية فيتامين د، وذلك بحضور مستشار الأكاديمية تشافي هرنانديز والرياضيين أبو بكر حيدر، عبد الله التميمي ومعاذ إبراهيم. قدم المحاضرة الأولى الممرضة المتخصصة رولا مطر، التي تحدثت عن أعراض مرض البرد وكيفية الوقاية منها عبر التطعيم والتنظيف، وكذلك ضررها على الرياضي وما تفعله بالأجسام، في حين قدم الدكتور أنطونيو تراموياس شرحاً مفصلاً عن فيتامين د ومكملات الحديد وأهميتها وكيفية تناولها والتعاطي معها، وعن أهمية نمط العيش الصحي للوصول إلى رياضي نخبوي. وفي نهاية المحاضرتين فتح باب الأسئلة على اللاعبين الرياضيين، حيث شرح كل منهم عن تجربته. وتحدث تشافي هرنانديز نجم المنتخب الإسباني والسد القطري حول هذا الموضوع، وأخبر الطلاب كيف أنه بقي حتى عمر 24 عاماً ليدرك أهمية الفيتامينات والنوم والحياة بشكل صحي. وتحدث للطلاب عن الانتباه للأمر منذ بداية الحياة الرياضية وكيفية الاستماع إلى الأطباء للوصول إلى القمة العطاء بحياة صحية. إنها البطولة الثلاثية الأخيرة قبل نهاية العام، 3 فرق كالعادة، هي التينوردو من تركيا،
إلى جانب لاتسيو الإيطالي برفقة أكاديمية سباير. أما أعمار اللاعبين الذين شاركوا في هذه البطولة فقد كانت تحت سن 11 عاماً والثانية عشر عاماً. بداية لعب فريق أكاديمية سباير مباراته الأولى تحت سن 12 عاماً مع الفريق التركي الذي قدم مباراة قوية ومثيرة فاز فيها على فريق أكاديمية سباير بأربعة أهداف لهدف. أما مباراة الفريق تحت سن 11 عاماً فقد قدم مباراة متكافئة، قدم فيها كل من الفريقين كل ما لديهما فتعادلا إيجاباً بأربعة أهداف لكل منهما. أما في مباريات التي خاضها طلاب أكاديمية سباير ضد فريق لاتسيو الإيطالي فقد التقى أبناء الأكاديمية تحت سن 11 عاماً مع نظيره في مباراة متكافئة أظهر فيها أبناء الأكاديمية كل ما لديهم أمام الفريق الإيطالي لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لكل منهما. في مباراة تحت سن 12 عاماً كان اللقاء أكثر حذراً وقوة، وكذلك الأمر انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي حيث سجل كل فريق هدفاً في مرمى الآخر. وفي نهاية المباريات تم توزيع الجوائز والكؤوس على الفرق الفائزة بالمراكز الأولى. I had contact with Ed Graper because Ed is an old student of mine. So we went to school together, so we didn't see each other for a long time. Ed told me about the situation here. I told him, well, we would love to come here because the experience in a country like Qatar, especially in the main capital Doha, it would be a great thing. And also the competition against a Turkish team and a Qatar team, it's for our kids, it's a great experience. It's my fourth time here. I was here before 2 years with under 11, under 13, under 14. After that I was here with under 18, now I'm with under 11, under 12 here. We have very good connections with Aspire Academy and we are helping them to grow up because it's very important for them to have a good team in the World Cup. We are helping Aspire Academy. That's why we are inviting Aspire Academy to Turkey. They are coming to the tournaments. Everything is very good here. It's invaluable. You cannot imagine how important it is to play against teams from different countries. The Turkish team gives you a different dynamic of the game. And the Italian team also give you different dynamic of the game. So for these players in this age, it is precious. It is incredible to have this experience. زيارة من نوع خاص قام بها أساطير نادي جوفنتوس وميلان، جان لوكا بيسوتو لاعب نادي جوفنتوس وسيرجينيو من نادي الميلان، فقد كانا على موعد مع الأكاديمية وذلك ضمن تواجد الناديين في الدوحة في لقاء كأس السوبر الإيطالية. زيارة سريعة في الأكاديمية اطلعا خلالها على الملاعب والمنشآت، ومن ثم انتقلا النجمان إلى أحد أهم منشآت التدريب في الأكاديمية وهي البوتبو نوت، حيث تم شرح لهما عن طريقة عمل الآلة وكيفية التدريب من خلالها، ثم قام كل من النجمان بتجربة إداء لهذه الآلة على حدة. I think that Aspire Academy is the best facilities I saw in the world. Here does everything for kids to play, to develop himself, to develop their skills, and I think it's fantastic. I never saw in my life something like that. I think that it's a good opportunity for Italian football to show his quality, and you are lucky because there are the best teams of Italy, and we hope that it could be a great experience for the people that come to the stadium to watch the game, and it will be a great experience also for our players because here is fantastic, the atmosphere is good, so we hope to
to make a good match. A estrutura ela é muito boa, você vê que é uma coisa que o Qatar está evoluindo no esporte, querendo fazer com que o esporte vire uma cultura também do país. E é muito impressionante ver toda essa estrutura que se tem, das variedades do esporte. E são poucos lugares no mundo que se encontra uma estrutura para o atleta evoluir o seu melhor com uma estrutura como essa. Milan Juventus tem uma grande história. Com certeza é uma coisa um pouco nova para a gente fazer uma final de Supercopa Italiana num país que não seja a Itália, mas estou muito feliz que seja no Catar, porque o Catar está evoluindo no futebol. Será nos próximos anos uma sede de uma Copa do Mundo. Isso faz com que o povo também, né, do Catar tenha um pouco mais de apreciação ao futebol, acompanhe mais, que possa saber um pouco mais da história dessas duas equipes. وفد من اللجنة التنفيذية لاتحاد لتونس الطاولة الدولي قام بزيارة خاصة لأكاديمية سباير مطلعا على البنية الخاصة بالأكاديمية، وقد تألف الوفد من السيدة ماشيرا كاتشي نائبة رئيس اتحاد كرة الطاولة الجنوب أفريقي وكذلك نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، ويرافقها السيد ماساشيرو ماياهارا نائب رئيس الاتحاد الياباني لكرة الطاولة والاستشاري تي سي يو كي يوكيا. وقد زار الوفد المنشآت واطلع على الملاعب والإمكانيات والتسهيلات التي تقدمها الأكاديمية لطلابها وزوارها من اللاعبين الرياضيين والأندية والمنتخبات التي تعتمد سباير مركزاً لمعسكراتها. Amazing, yeah, very nice facility and then nice. I'm very surprised. So many foreign coaches take care of Qatar players. This is so good. My impression, well, it's very inspirational, especially for the young athletes. I must commend the Qatar Sports Ministry to provide a facility like this for the young athletes. And for the community, the nation of Qatar and other nations, it's very, very good for healthy lifestyle, to be Olympic champion, to be world champion. Yeah, it's incredible. أدريانو غالياني إنه النائب الرئيس والمدير التنفيذي لنادي أي سي ميلان، فاز مع النادي 5 مرات بدوري أوروبا و8 مرات بالدوري الإيطالي، آخر إنجازاته كأس السوبر الإيطالي التي أقيمت في الدوحة. لقاء قصير على هامش زيارته للأكاديمية وحديث حول البطولة في قطر. Ma io credo che sia molto importante per far conoscere il calcio italiano nel mondo. Il calcio italiano è stato fino a un po' di anni fa il primo calcio mondiale, adesso non lo è più, dobbiamo risalire la china e quindi credo che sia molto importante portare, perché no, anche qualche partita di campionato, partite di Coppa Italia, Supercoppa Italiane, insomma essere ambasciatori chi arriva nelle finali del calcio italiano. Quindi io sono molto favorevole, la Supercoppa Italiana si è giocata in molti paesi, io ricordo gli Stati Uniti, ricordo la Libia, ricordo la Cina, il Qatar, quindi io sono molto molto favorevole a esportare il calcio italiano nel mondo, il calcio che è una delle eccellenze del paese Italia. Io sono favorevole, chiunque porta risorse all'interno del mondo del calcio è il benvenuto. Il calcio per svilupparsi, come tutte le cose della vita, ha bisogno di risorse, quindi benvengano gli investitori da parte di tutto il mondo, asiatici, nel calcio europeo. Quindi sono assolutamente favorevole.